حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، لا شك أن العاصمة حالها حال بقية المحافظات، تحتاج إلى وقفة مطولة عند موضوع الخدمات والاهتمام برفع مستواها، وهذا أصبح ضروريا ليبعث صورة جمالية عن مدينة السلام. في مدة استلام حكومة الخدمة الوطنية مقاليد السلطة لوحظ هنوك تقدم كبير وقياسي. اليوم الحكومة تستكمل ما بدأت به من رفع السيطرات ونقاط التفتيش أمام المواطنين لتلتحق بتلك المرحلة سيطرة التاجي العائق الأكبر، وهو بحسب ما وصفها الناس ممن يعانون من سوء الشوارع أن هناك بوجود نقطة التفتيش لتعقد زخم المركبات أكثر، حيث تمت إزالتها والعمل جار على تهيئة الطريق الرابط بالمحافظات الشمالية بحسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام بعد اجتماعه مع الجهات المعنية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي الذكرى 47 ليوم الأرض الخالد، أول مواجهة مباشرة لفلسطيني 48 مع الجيش الصهيوني المحتل منذ النكبة، تتكرر المشاهد ذاتها في فصول جديدة من تجريف للأراضي وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية. وشكل هذا اليوم محطة فارقة ومفصلية في العلاقة مع الحكومات الصهيونية، فهو معركة وجود لا حدود. وفي هذه الذكرى يؤكد شعب سيدة الأرض أنه سيبقى في عيون المحتل زوبعة من نار، وفي حلقة كالزجاج أو في حلقه كالزجاج والصبار، وعلى صدره باق كالجدار يحرسون ظل التين والزيتون، فهم باقون وما دون ذلك من محاولات لتزوير وتزييف التأخير وتهويد الأرض المقدسة. غيمة صيف عابرة، وهذه ملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، وأرجو أن تبقوا معنا. سنوات من الإهمال تشهدها بغداد من حيث المشاريع المتلكئة وإضافة العوائق أمام المواطنين بخلق الزحامات وعرقلة مسيرهم من خلال نصب نقاط التفتيش على طرق وشوارع المدينة. منذ مدة وجيزة انطلقت قرارات مجلس الوزراء برفع نقاط التفتيش من عدة مناطق ومداخل المدن الحيوية لخلق فسحة مرور أمام المواطنين دون الانتظار في طوابير الزحام المعتادة. كانت مرحلة أولية تم بها فك جزء من الخناقات المرورية، تلتها مراحل أخرى لتشهد بها بغداد افتتاح طرق لم يسلكها المرة منذ سنوات، خصوصا في المنطقة الخضراء، حيث أشاد المواطنون بهذه الخطوات التي تخفف زخم المركبات في الطرق المعتادة. أما اليوم تتجه مشاريع إزالة نقاط التفتيش إلى مداخل بغداد ليأتي دور سيطرة التاجي بالإزالة التي وصفها المتضررون من الناس بالهم الأكبر. فمنذ مجيء حكومة الخدمات ومشاريع الإعمار وتحسين الواقع الخدمي مستمرة على قدم وساق، فعلى الصعيد الأمني صرح الخبراء برأيهم حول دلالة رفع نقاط التفتيش باستقرار الأمن بنسبة أكبر، وكذلك منافع خدمية وجمالية تزدان بها العاصمة، لا سيما مداخلها التي تكون واجهة المحافظة وتعكس صورة عنها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد مباشرة، الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين القفاجي. أهلا بكم سيادة اللواء ورمضان كريم عليكم وسهلا. إن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى مشاهدي قناة الأيام وعلى شعبنا الكريم، حياك الله. بداية سيادة اللواء، نود أن نسألك عن موضوع سيطرة التاجي التي شكلت أزمة طيلة السنوات الماضية أمام العجلات والمواطنين الداخلين إلى بغداد من شمالها. شنو المستجدات موضوع السيطرة التي هناك أوامر من القيادة العامة ومن رئيس الوزراء بتحسين المنافذ، وبدأ العمل يمكن اليوم بسيطرة التاجي في موقعها، لكن السيطرة من الجانب الأمني أزيلت أم أزيحت أم تغير مكانها؟ نعم أستاذ بشار، مرة أخرى تحية لك ولمشاهدي قناة الأيام. أكيد هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وخصوصا مثل ما تفضلت به أنه سيطرة كان لها أثر كبير على انسيابية المرور، خصوصا وأثناء حركة السير باتجاه مدينة بغداد أو المحافظة، ليس فقط
التاجي، وإنما هناك سيطرة أخرى اللي هي سيطرة جسر ديالة اللي دفعناها أيضا بمسافة أكبر، طبعا نتيجة للعمل الكبير اللي قامت بقيادة العمليات المشتركة من خلال دراسة في العام الماضي للسيطرات وإمكانية رفعها وتقديم هذه الدراسة إلى المسؤولين. رفعت التوصيات والتوجيهات أيضا إلى القائد العام للقوات المسلحة، واللي شدد على ضرورة أن يكون هناك فك الاختناقات بالذات محافظة بغداد، وكذلك الاهتمام بمداخل مدينة بغداد، وهذا ما يشدد عليه القائد العام للقوات المسلحة المحترم. نلاحظ بالحقيقة كل اجتماعاته يؤكد ويشدد على أنه يجب أن تكون هناك حركة وانسيابية، ويجب أن يخفف عن كاهل المواطن هذه الاختناقات، وخصوصا أثناء ذهابهم إلى الدوام. لذلك بدأت قيادة عمليات بغداد من خلال هذه التوجيهات بعمل خطة أمنية وخطة اعتمدت على ما قدمته قيادة العمليات المشتركة أيضا في السنوات الماضية، وبالتعاون المشترك مع كل القوات الأمنية استطاع السيد قائد عمليات بغداد أن يقوم بأول خطوتين بالتعاون مع وزارة الداخلية طبعا، والاجتماعات المتكررة مع السيد معالي وزير الداخلية المحترم. قرروا بأن تكون هذه السيطرة أو كل السيطرات ضمن خطة لهذا العام أن تندفع إلى ليس أطراف أمانة بغداد أو يعني الحقيقة الحدود لأمانة بغداد، وإنما أن تكون الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، أي بما معناه أنه أين تنتهي حدود محافظة بغداد هناك يجب أن تكون السيطرة، وهذه خطوة قمنا بها من خلال سيطرة التاجي اللي دفعناها إلى مسافة أبعد، وصلنا أعتقد إلى العبايتشي، هذه حدود مناطق عملية ومحافظة بغداد، ونجحنا أولا في شيئين: أولا تخفيف الاختناقات على محافظة بغداد، انسيابية المرور، العمل اللي أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة المحترم بضرورة أن يكون هناك اهتمام بمداخل محافظة بغداد، وهذا أيضا أسهم في الإسراع في عملية الحقيقة الإدامة وكذلك العمل الجهد الهندسي. طيب سيادة اللواء، دفع السيطرات وتحريكها إلى الحدود الإدارية لمحافظة بغداد مو فقط حدود أمانة العاصمة، هذا الموضوع إلى علاقة، هذا التحريك استراتيجي من قبلكم إلى علاقة بمعالجة بعض الثغرات الأمنية في حزام بغداد؟ هذا يؤكد سيدي الكريم أستاذ بشار، يؤكد لك وللمشاهد الكريم ويؤكد لكل بأنه القوات الأمنية وبالذات قيادة عمليات بغداد يوم بعد يوم تقدم الكثير من خلال الجهد الكبير اللي تقوم به، الجهد الاستخباري، الجهد الأمني، العمليات الاستباقية، تأمين حزام بغداد اللي كان دائما ما يؤكدون بأن هناك تهديد على المحافظة، هناك تهديد من قبل الحقيقة الإرهاب، هذا يؤكد بأنه قيادة عمليات بغداد تقدمها بالجهد الاستخباري وإمكانياتها ورفع قدراتها يؤكد بأنها تسيطر وتعمل ضمن تخطيط استراتيجي ورؤية بعيدة المدى بالتعاون مع القيادات الأمنية وبالذات مع قيادة العمليات المشتركة. طيب أيضا ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة مدير إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة سيادة العميد الدكتور زياد القيسي. أهلا بكم دكتور زياد، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. وبداية أود أن أسألك عن خطة وقرار رفع السيطرات من قبل الحكومة، كان قبل مدة ورفعت أغلب السيطرات في العاصمة بغداد، سيطرات منها مهمة جدا كانت تسبب زخم مروري كبير. سيادة العميد، يعني إلى أي درجة ساهم هذا القرار برفع السيطرات بتسهيل حركة المرور في العاصمة؟ شكرا جزيلا لجنابك الكريم ولجميع مشاهديكم الكرام، ومساء الخير والعافية ورمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله يعاد على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والصحة والسلام. تحية لك زميلي وتحية إلى أخي وزميلي ومعلمي اللواء الطيار تحسين الخفاجي عبر الهاتف. أخي العزيز، اليوم مديرية المرور العامة بإشراف مباشر ميداني من السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية المحترم، أي سيطرة في محافظة بغداد وضواحيها، أي فرع، أي صبة ترفع أو تفتح، هي تساهم بنسبة معينة بفك الاختناق والزخم المروري. أي شارع يستخدم ببناء أو توسعة للشارع فهو يساهم مساهمة فعالة في فك الزخم المروري. أي بغطية ترفع
من الأرصفة أو من نهر الطريق فهي تساهم بالنسبة في فك الزخم. أي معالجة آنية من رجال المرور من وفارز المرور بتجديد تطبيق القانون على المخالفات التي تؤثر على حركة السير والمرور، ومنها الوقوف الممنوع، الوقوف المائل، الوقوف الصف ثاني، السير عكس الاتجاه، قسم من المواطنين اليوم لا يكترث إلى العبور، يقوم بالعبور بين المركبات أو ما يعرف بالمصطلح بالزجزاج. هذا وبالأخص المناطق المكتظة بالسكان أو المناطق التجارية مثل منطقة الشورجة. إذا تلاحظ اليوم أكو بسطيات كثيرة، تلاحظ اليوم أكو ناس من المواطنين الكسبة الذين يقومون بدفع البضائع من خلال عربات الدفع، سواء كانت الأحادية أو تسحب بواسطة عجلات، ثلاث عجلات أو أربع عجلات. كل هذا يؤثر على نهر الطريق وبالتالي يسبب زخم. اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم القائد الأمن القوات المسلحة، وهي فك الشوارع في المنطقة الخضراء وتقريبا ثلاث شوارع وثلاث أنفقة مهمة في المنطقة الخضراء، ساهمت بمساهمة فعالة بفك الزخم المروري. طريق اليوسفية السريع الذي امتد من منطقة الدورة باتجاه قرارة باتجاه اليوسفية السريع، ساهم مساهمة فعالة في فك الزخم المروري. كذلك توجيه الأخير للسيد رئيس مجلس الوزراء بتصليح مداخل بغداد والحملة أو الثورة حقيقة الإعمارية التي تقوم بها حكومة السيد السوداني في تصليح وإفساء الطرق وتنظيمها ورفع السيطرات ورفع المطبات، أكيد تساهم مساهمة فعالة في فك الزخم المروري. طيب دكتور زياد، اللجنة اللي شكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موضوعة إعمار المنافذ ومداخل العاصمة، الإسكان والإعمار، أمانة العاصمة، محافظة بغداد، وكذلك مديرية المرور العامة، شنو دور مديرية المرور العامة بهذه العملية؟ أولاً كان تواجد للسيد مدير المرور العام والسيد مدير مرور بغداد الرصافة والكادر المتقدم من مديرية مدير مرور بغداد الكرك والكادر المتقدم من مديرية المرور على رأس وفد بالتشاور والتعاون مع اللواء جاسم المتواجد في مكتب رئيس الوزراء المحترم، تم رفع سيطرة التاجي أو ما تسمى سيطرة الشؤون. مديرية المرور قامت بدور مهم جدا وهو إغلاق جميع الفتحات والاستدارات الغير نظامية والتي كانت تؤثر على حركة السير والمرور، كذلك تثبيت مفارز راجلة وسيارة وكذلك دراجات في الممر الذي يذهب من بغداد باتجاه محافظة صلاح الدين. قسم من سائقينا الكرام يقود المركبة عكس السير من جراء الأعمال التي تقوم بها محافظة بغداد. هذا الطريق اللي وجه به السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل ليلا ونهارا لإكماله. من يجي سائق المركبة ويلقي اكو تخسفات وتموجات يسير عكس الاتجاه، تم منع هذا الموضوع حفاظا أولا على أرواح الناس، ثانيا لتطبيق القانون، ثالثا لسلاسة السير الذي يذهب من بغداد باتجاه محافظة صلاح الدين. كذلك اليوم مفارز مديرية المرور أوجدت نقاط ثابتة مع القطع الماسكة للأرض للتدقيق على المركبات الحمل الكبيرة ومنعها بالدخول إلى محافظة بغداد إلا بالوقت المسموح وهو من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحا، لأن مثل ما تعرف مركبات الحمل الكبيرة إذا ما دخلت إلى محافظة بغداد أكيد تؤثر على سير المركبات الصغيرة وبالتالي يحدث زخم مروري. اليوم هنالك تعاون
جدا وثيق بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المتمثلة بمديرية المرور ووزارة الدفاع المتمثلة بالقطع الماسكة للأرض، تسهيلا لعمل أولا الدوائر المساندة لعمل مديرية المرور والتي تكون مختصة بتنظيم وترتيب الشوارع والطرقات العامة والدولية، ومديرية المرور من خلال اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وهي لجنة السلامة المرورية التي تضم وزارات ودوائر ذات العلاقة المختصة بتصليح وأجزاء الطرق وتأسيسها بالعلامات والشاخصة والأرضية. مدير إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة سيادة العميد دكتور زياد القيسي، شكرا لك ولانضمامك النبي الحصاد، شكرا لكم. أعود لك سيادة اللواء، يعني بعد رفع السيطرات وهذا النظام التقليدي بالأمن المتبع، كيف ستتحول الجهود؟ اعتماد مراقبة مثلا، كاميرات مراقبة، تقنيات رقمية حديثة، نظام استخبارات مختلف أم ماذا؟ يعني أحسنت، هذا سؤال مهم جدا والحقيقة نقطة مفصلية وجوهرية في العمل. بالتأكيد قيادة عمليات بغداد عندما قررت أن ترفع هذه السيطرات كان هناك تطوير في جهدها الاستخباري والأمني، وبالذات في مفارزها المشتركة أو المفارز التي تعتبر الحقيقة آنية، أي بما معناه هناك مفارز في حالة حدوث أي حادث لا سامح الله طارئ سوف تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة والسريعة طبقا للخطة اللي وضعتها. احنا لاحظنا مكان السيطرات القديمة اللي رفعت بقت مكانها مرابطات، هل هي جاهزة لأداء عمل السيطرات؟ فقط في اللي نقاط المفصلية عند الحاجة، النقاط اللي احنا نعتقد بأنه كجهد استخباري وأمني ممكن أن تسهم في عملية غلق وإحاطة وأيضا تطويق للحالة اللي قد نشعر بأنه ممكن أن تكون هذه المرابطة ضرورية هنا. طبعا هذا من جانب، من جانب آخر التطور الكبير في العمل الاستخباري والأمني، انظر إلى قيادة عمليات بغداد الآن طبعا هذه لأول مرة هذا العام تقرر قيادة عمليات بغداد بعدم إغلاق منطقة الكرادة، ورغم أنه هناك الحقيقة انتشار كبير لأهلنا وشعبنا منذ بعد الإفطار وإلى حتى ساعات الصباح الأولى أي بعد السحور، وتكون هناك الأماكن وأماكن المتنزهات وكذلك المطاعم مملوءة بالسكان، لا يوجد قطع كما كنا نفعل في السابق، بل يوجد جهد استخباري وأمني كثيف جدا، توجد إمكانيات وقدرات عالية للمراقبة، وهذا ما عوضنا عن الحقيقة عملية القطع، وبالتأكيد هو طفرة وقفزة نوعية في الجهد الأمني والجهد الاستخباري. أيضا بدأنا ولأول مرة، طبعا بالمناسبة احنا رفعنا هذا العام لحد اليوم احنا 31/3 وهذا يعتبر 3 أشهر منذ بداية العام وإلى حد الآن، أكثر من 90% داخل بغداد وخارج بغداد سيطرات لقيادة عمليات بغداد. هذا من جانب، من جانب آخر أول سيطرتين كما أكدت لك اللي هي سيطرة التاجي وأيضا بدأنا في سيطرة بسماية ودفعناها إلى الأمام أيضا على طريق جسر ديالة بالضبط، لأنه هذه أيضا هناك عندنا مشكلة في السير، عندنا مشكلة أكد عليها الدكتور زياد الحقيقة، أكد بأنه أي حالة معينة للرفع هي تؤدي إلى حالة انسيابية للمرور، لذلك شعرنا بأنه هذا الاتجاه اللي هو جنوب بغداد أيضا هذا المحور مهم جدا، وبدأنا في عملية دفعها إلى حدود أمانة محافظة بغداد. أكيد هذا العمل هو باكورة جهد كبير لقيادة عمليات بغداد وللسيد قائد عمليات بغداد اللي يشرف إشراف مباشر على رفع هذه السيطرات. طيب أنت وسيادة العميد زياد ذكرتم أنه رفع أي صبة أو أي نقطة عسكرية ترفع تساهم بإنسيابية سير المرور والعجلات والمواطنين، طيب المنطقة الخضراء حاليا لها وقت لفتح المنطقة الخضراء والعبور من خلالها، أكون هي لفتح طريق المنطقة الخضراء 24 ساعة؟ يعني أولا احنا خلي نحلل آنيا أنه الطرق الدخول والخروج من المنطقة الخضراء، هناك الحقيقة كلام كثير بأنه لماذا لا تفتح المنطقة الخضراء 24 ساعة يعني بالتأكيد إحنا عملية فتحها من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء وقت الذروة، نعم وقت الذروة أكيد من الساعة 6 وحتى الثامنة مساء العفو وبكل الاتجاهات عدا اتجاه بسيط جدا اللي هو باتجاه وزارة الدفاع، وهذا لا يوجد أي ضرر من الحقيقة منع الحركة به.
هذا العمل يسهم إسهام كبير في عملية الدخول والخروج، وبهذه الأوقات بالذات بعد الساعة 8 مساء. الحقيقة كما تعلم أنه المنطقة هي منطقة دولية ولا توجد ذروة فيها، يعني الحقيقة لا توجد في شوارعنا بعض النقاط الرئيسية اللي تحتم علينا أن نفتحها، أولا لأنه منطقة دولية، وثانيا لأنه ليل وممكن أن يستخدمون الطرق البديلة. ولكن هل في النية أنه فتحها في المستقبل؟ أكيد هناك خطط وهناك عمليات الحقيقة، وهناك إمكانيات وقدرات في وضع استراتيجية ورؤية بعد أن نرفع كل هذه السيطرات ونلاحظ وندرس. طيب. خصوصا وأنه أمانة بغداد والسيد القائد العام للقوات المسلحة أكد على وضع مجسرات كثيرة للتقاطعات وكذلك للتقليل ورفع الزخم المروري، وهذا راح يتناسب إيجابيا وطرديا مع تقييم نهاية العام لكي يتم دراسة ما إن كان بإمكان فتحها إلى ساعات بعد أخرى، يعني دفعها إلى الأمام. طيب. أو فتحها 24 ساعة. نرجع الجانب الأمني والإعلامي، باعتبارك رجل عسكري وطيار لكنك إعلامي سيادة اللواء في ذات الوقت، إزالة هذه النقاط الأمنية الكلاسيكية إلى أي درجة يبعث إشارة عن تحسن الأمن وإشارة ارتياح للمواطن؟ أهم نقطة لدينا في الجانب الأمني والجانب الإعلامي هو أن نعطي رسالة اطمئنان لعنصرين مهمين، العنصر الأول اللي هو شعبنا، والعنصر الثاني المستثمرين. ولا يمكن أن نتطور إلا بوجود مستثمرين وبوجود بيئة الحقيقة استثمارية للنهوض بالواقع الاقتصادي والواقع الخدمي. نعم. شعبنا الآن أصبح على درجة عالية من الوعي والقدرة والإمكانية، وهو يتعاون مع القوات الأمنية، يعمل مع القوات الأمنية، يسهم إسهام كبير في مساعدة القوات الأمنية على عملية فتح الطرق، على عملية إزالة السيطرات، على مساعدتهم في تقديم المعلومات. بنفس الوقت أيضا احنا أعطينا صورة وانطباع جيد للحقيقة ضمن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم بأنه يجب أن يكون هناك استثمار، ويجب أن يكون هناك حركة اقتصادية للمستثمرين، اللي دائما هو الحقيقة يحتاج إلى رسالة اطمئنان، يحتاج إلى أمن، ويحتاج إلى وعي أيضا. وهذا ما أثبتناه من خلال هذا الكم الهائل من السيطرات، أكدت لك أني 90% من سيطرات داخل وشوارعها رفعت في الداخل وخارج محافظة بغداد، وهذا يؤشر بأنه إمكانيات قواتنا الأمنية رد فعلها السريع للتعامل مع أي حالة قد تكون حالة سلبية أو حالة إرهابية، إمكانياتنا وقدرتنا على منع أي تهديد إرهابي، ضربنا لمعاقل الإرهاب وتدميرنا لمواقعهم. وما أثبتناه من خلال منذ بداية هذا العام وإلى حد يومنا هذا 3 أشهر الآن، إحنا قتلنا أكثر، تجاوز العدد أكثر من 55 إرهابي، أغلبهم قياديين وفي أعقد المناطق جغرافية، يعني في نارين، في جبال مكحول، في جبال حمرين، في شمال غرب الثرثار، جنوب غرب الأنبار، جنوب غرب الموصل، صحراء الأنبار، جنوب غرب الرطبة. هذه مناطق معقدة جغرافيا. هذه المناطق حدودية يمكن القوات الأمنية بمختلف صنوفها تتعامل بها بشكل ممتاز، لكن نرجع إلى منطقة حزام بغداد الذي لحد الآن أكو مخاوف من هذه المناطق، وأكو معلومات عن وجود خلايا نائمة، أكو عمليات في هذه المناطق، ما أكو مخاطر في حال رفع هذه السيطرات أو التخفيف منها؟ أبدا، وهذا ما أكدناه وأثبتناه. ووجود قواتنا الأمنية والتعامل قواتنا الأمنية مع رد الفعل السريع وتشخيصنا، هناك تشخيص، هناك عمل مستمر وجهد استخباري مستمر وضغط كبير على المجاميع الإرهابية في بعض المناطق اللي احنا نعتقدها، هناك مراقبة جوية وجهد استخباري، وهذا ما أكدناه من خلال ضربات جوية ماحقة لمناطق، بعض مناطق أو أجزاء من مناطق شمال بغداد، وبالذات في منطقة الزور اللي هي شمال الطارمية، أيضا باتجاه شمال الثرثار، حدود شمال غرب قيادة عمليات بغداد. هذا ما أكدته، وهناك أيضا تكتيك ورؤية استراتيجية وجدتها قيادة العمليات المشتركة، تعمل مع قيادة عمليات بغداد، مع وزارة الدفاع، مع رئيس أركان الجيش. طيب. المحترم هنا أود أن أستوقفك، يعني أريد عدا قضية رفع السيطرات والخطط الموجودة لدى قيادة العمليات المشتركة وخصوصا قيادة عمليات بغداد والقيادة العامة للقوات المسلحة،
أكو أشياء جديدة، أكو خطط جديدة، مشاريع أمنية جديدة للعاصمة أو عموم العراق؟ أكو عدد كبير من المشاريع الحقيقة، بدأنا ببعضها والبعض الآخر ننتظر أن تكتمل هذه لتكون مكملة، لأنه هناك لدينا رؤية قيادة العمليات المشتركة لعام 2023 بدأت بتكتيك وأسلوب جديد في مقارعة ومطاردة الإرهاب. بدأت أيضا نعرف يعني تفاصيل هذا الأسلوب الجديد، لو موضوع سري دعني. أكيد إحنا لدينا كثير من العمليات، يعني لدينا عمليات قمنا بها في الأنبار، في الحقيقة جنوب غرب نينوى، في إديالة، في صلاح الدين، وأيضا الحقيقة لدينا رؤية وتكتيك لا يمكن الحقيقة أن أطرقه هنا لأنه أغلبها جهد استخباري وأمني، ولكن أؤكد طيب. لك وأؤكد للمشاهد الكريم بأن هناك تكتيك وهناك أسلوب جديد سوف نستخدمه، وسوف يسهم هذا الأسلوب والتكتيك الذي يحتاج إلى يعني فترة من الزمن، أعتقد قبل أو بعد منتصف هذا العام سوف تنعكس إيجابياته على محافظة بغداد وعلى محافظة الأنبار وعلى محافظة ديالة. هذا الرؤية وهذا الأسلوب الجديد بدأنا بالعمل به، بدأنا في عمليات استباقية للإسهام في القيام بهذا العمل، وهذا يؤكد رؤيتنا، يؤكد تخطيطنا، ويؤكد متابعتنا لأي تهديد حتى وإن كان بسيط نأخذه على محمل الجد، ومتابعتنا وملاحقتنا لهذا التهديد مهم جدا. طيب خلينا نرجع لموضوع السيطرات اللي تم رفعها. يعني الحكومات السابقة لم تجرؤ على اتخاذ هكذا قرار أو هكذا خطوة، يعني قبل مدة رفعتم السيطرات داخل بغداد، كيف وجدتم النتائج من الجانب الأمني والخدمي؟ يعني عملية رفع السيطرة كما ذكرت جنابك الكريم أنه مهمة جدا وبنفس الوقت خطرة جدا. مهمة بأنه أنت معنا أصبحت على درجة عالية من الإمكانية والقدرة، وأيضا خطرة أنه قد يحدث لا سامح الله أي شيء تلام بعده. ولكن قبل أن ترفع السيطرة هناك دراسة وهناك تحليل وهناك أيضا وضع أمني وقوات أنت تمتلكها. هذه القوات يجب أن تكون لديها رد فعل سريع، ويجب أن يكون لديك قبل رد الفعل السريع جهد استخباري وأمني كبير، ويجب أن يكون لديك قبل الجهد الاستخباري والأمني الكبير تحليل دقيق للمستوى الأمني ومستوى التهديد، وعلى ضوء ذلك تبني تقديرات الموقف، وعلى ضوء ذلك أيضا تقرر ما إذا كان رفع هذه السيطرة سوف يسهم في استقرار المنطقة أو يسهم في إرباك المنطقة، أو قد تكون هناك انعكاسات سلبية. وهذا طبعا أخطر ما موجود في الموضوع، بأنه عندما ترفع السيطرة ويكون هناك سلبية في رفع هذه السيطرة سوف تؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية. ولكن الذي حصل، الدراسة اللي أعدتها قيادة العمليات المشتركة والعمل المشترك اللي قامت به قيادة العمليات المشتركة سواء مع قيادة عمليات بغداد بالذات والسيد قائد عمليات بغداد اللي متواصل معنا في إعطائنا الموقف الأمني أول بأول، أسهم إسهام كبير في نجاح هذه الخطة. وإلا ما نستطيع أن نصل إلى 90% من فتح شوارع وأيضا رفع صبات كونكريتية وكذلك سيطرات خارجية وإبعاد حتى السيطرات الخارجية، وصلنا إلى مرحلة إلى حدود محافظة بغداد، هذا يعني بأنه أصبحت لدينا قدرة عالية من العمل، وأصبحت لدينا إمكانية عالية، وأيضا ظهرت نتائج ما قمنا به من عمليات في سواء في العام الماضي أو بداية هذا العام أعطت نتائجها الإيجابية، وأعطتنا أيضا تقديرات موقف للإسهام في دفع الموقف إلى الأمام، يطمئن، رسالة اطمئنان، وكذلك أيضا تعزيز لقدرتنا وإمكانياتنا في الدفاع عن سواء محافظتنا بغداد أو كل المحافظات. طيب سؤال أخير سيادة اللواء، يعني كما ذكر عميد المرور دكتور زياد القيسي، بعض بسطيات، بعض الأسواق تغلق، بعض الطرق المهمة هناك أصبحت أسواق تغلق هذه الطرق، كمنطقة سهام العبيدي مثلا، في المنصور قرب سيد الحليب مثلا، شوارع كاملة مغلقة بسبب البسطيات وغيرها، أسواق في حي الإعلام، في البياع، في غيرها، أسواق كاملة تغلق هذه الشوارع. هذا مو شغل المرور، هذا شغل يمكن أمانة العاصمة أو لا، هذا العمل يعني كعمليات بغداد يمكن هي مسؤوليتها تقدر تفتح هذه الأسواق، أكون نية لفتح هذه الأسواق. يعني هذه العملية أكيد أنت، إحنا كقوات أمنية وكقيادة عمليات بغداد، حتى هي يعني لو نأتي أنه مو مسؤولية قيادة عمليات بغداد، مسؤولة أمانة بغداد. أمانة بغداد هي مسؤولة أو ملزمة ما تقدر تشيل هاي الأعداد الكبيرة، الحقيقة هذه عندهم دراسة أمنية،
وعندهم رؤية في هذا المجال، لأنه هؤلاء أصحاب أرزاق وعليهم أن توفر لهم أماكن بديلة. ولكن نحن كقوات أمنية الحقيقة ما يهمنا هو أن تكون انسيابية في الحركة عندما توجه إلينا الأوامر برفع كثير من المعرقلات اللي تسهم في تقديم الخدمة إلى مديرية المرور العامة أو إلى باقي الحقيقة أجزاء محافظة بغداد. هذا إحنا واجبنا نقوم به. أما هذه الحقيقة يحتاج لها دراسة ويحتاج لها عمل ما بين قيادة عمليات بغداد وما بين أيضا أمانة بغداد. الشكر الجزيل لكم الناطق باسم العمليات المشتركة سيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، كنت ضيفا كريما علينا ورمضان كريم عليكم إن شاء الله سيادة اللواء. ورمضان كريم عليكم. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذه الذكرى وهذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بغداد الدكتور حيدر حميد. أهلا بكم دكتور ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. وبداية ذكرى يوم الأرض، رغم الدخول في هذه الذكرى ذكرى 21، لكن لا تزال تحمل صفة معركة وجود للحدود. ما الذي يميز هذه المناسبة عن غيرها دكتور؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، والشكر موصول لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأيام الأفاضل وكل العاملين فيها، وأسعدتم مساء ورمضان كريم عليكم. يعني تمر علينا اليوم الذكرى 47 ليوم الأرض، هذا اليوم الذي بدأت أحداثه عام 1976 عندما قامت قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني بمصادرة 21 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية من 3 مناطق في فلسطين المحتلة من أجل تهويدها وإقامة مستوطنات عليها في مناطق الجليل الأعلى، وأدى ذلك إلى حدوث إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 من الفلسطينيين، 5 رجال وفتاة واحدة. هذا اليوم أصبح عيدا للأرض الفلسطينية تحتفل فيه فلسطين والأمة العربية والأمة الإسلامية، تأكيد على هوية فلسطين الهوية العربية وتمسكه بالأرض الفلسطينية، لأنه يدرك الشعب الفلسطيني إذا خسر الأرض سوف يخسر القضية. ولذلك يوم الأرض هو تأكيد لهوية فلسطين، تأكيد لتمسكه بأرضه، تأكيد لاستمرار نهج المقاومة ضد الاحتلال البريطاني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت لاستمرار التمسك بالمقاومة لإزالة هذا الكيان الغاصب. ولذلك يدرك الشعب الفلسطيني قيمة الاحتفال بيوم الأرض، وترافق هذا الاحتفال السنوي العديد من الفعاليات. يعني في هذا اليوم في الذكرى 47 هنالك حملة كبيرة في الأراضي الفلسطينية لزراعة 1 مليون شجرة زيتون. شجرة الزيتون دلالة على الأرض الفلسطينية، دلالة على هوية فلسطين، دلالة على تمسكه بأرضه ووطنه، دلالة على رفضه لعمليات الاستيطان والتجريف للأراضي الفلسطينية، وبالتالي تأكيد على نهج الاستمرار بالمقاومة، وإن لا يمكن انتزاع الحقوق من الكيان الغاصب إلا بالمقاومة الشرعية للشعب الفلسطيني. طيب دكتور، الفلسطينيون اليوم يحيون هذه الذكرى، هذا اليوم المهم جدا
بالنسبة للقضية الفلسطينية دكتور حيدر، لكنهم يذكرون أن يوم الأرض هو يوم فلسطيني، لم يقولوا أنه يوم عربي، يوم إسلامي، لم يقولوا. هل بسبب شعورهم بالخذلان والخيانة ربما من الأشقاء؟ يعني في الواقع يعني القضية الفلسطينية مرت بمراحل كثيرة، يعني بعد أن كانت هي القضية المركزية وأن معركتنا مع الكيان الصهيوني الغاصب هي معركة وجود، نشاهد أن القضية الفلسطينية وخصوصا بعد حرب الخليج لم تعد هي تلك القضية المركزية، ولم تكن في على أجندة الدبلوماسية سواء العربية وحتى الدولية، وبدأت الدول بعض الدول وخصوصا بعض الدول العربية بانتهاج مسار آخر هو مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني نتذكر كلنا بدأت مسارات هذا التطبيع منذ تسعينيات القرن الماضي واستمرت حتى الوقت الحاضر باتفاق بتوقيع اتفاقية إبراهيم، وأيضا في نفس الوقت وصولا إلى الوقت الحاضر وسبقه أيضا توقيع اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني الغاصب ما يتعلق باتفاقيات كام ديفيد، وفي نفس الوقت اتفاقية وادي عربة مع الأردن. كل هذا جعل أنه القضية الفلسطينية تتراجع في أولويات الحكام العرب، وفي نفس الوقت حتى على الصعيد الدولي، وبرزت أولويات أخرى تتعلق بمسارات أخرى وتحديات، خصوصا اليوم يعني نشاهد الحرب الأوكرانية الروسية قد شغلت العالم كثيرا ولم يعد ذلك الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ولذلك هذا ترك الأمر مرارة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني. في نفس الوقت الآن نشاهد أن الحكومة الإسرائيلية هي أكثر حكومة متطرفة في تاريخ الكيان الصهيوني، يعني منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر هنالك جمود على كافة الصعد في مسارات التفاوض، ولم تعد الكيان الغاصب يؤمن حتى بالاتفاقيات الدولية ومسارات التفاوض السابقة، سواء ما يتعلق بمدريد وأيضا فيما بعد أوسلو، لم يعد يقبل حتى بحق إقامة الدولتين أو إقامة الدولة الواحدة، وانتقل من موضوع الأرض مقابل السلام إلى موضوع الأمن مقابل السلام. طيب هذه الحكومة المتطرفة يعني هي يعني التي جزء مفصل فيها وركيزية أساسية هو اليمين المتطرف، واليمين المتطرف هو لا يؤمن بإقامة دولة فلسطينية ولا يؤمن بالحق الفلسطيني، بل يؤمن بتكريس إقامة المستوطنات وخصوصا في مناطق الضفة الغربية، ولا يؤمن أيضا بحق العودة الفلسطيني، ولا يؤمن حتى بالحكم الذاتي الموجود حاليا في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب كيف قرأتم هنا تزامن هذه الذكرى في هذه السنة مع طبيعة هذه المتغيرات الاستراتيجية في داخل الكيان الصهيوني بما وصف بالتآكل والاشتداد وحتى الانقسام الشديد؟ يعني في الواقع يعني الرغم ما يدعيه الكيان الصهيوني من أنه قد ربما من وجهة نظره أنه ما زال هو يمسك بخيوط اللعبة وقادر على التأثير على مسارات الأحداث في المنطقة، لكن أعتقد أنه هو في وهم كبير، وسبب في ذلك لأنه الإرادة الفلسطينية باقية وخيار المقاومة باقي. صحيح أن كثير من الدول العربية التي كانت تعد دول المواجهة قد تساقطت وحدة بعد الأخرى بتوقيع اتفاقية السلام في كام ديفيد ووادي عربة وما حدث في سوريا، لكن تبقى هنالك خيار المقاومة الفلسطينية موجود في داخل الأراضي من خلال فصائل المقاومة الفلسطينية سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. في نفس الوقت يعني هنالك المقاومة الإسلامية في العراق، في سوريا، في الأردن، في اليمن، هي ما زالت تورق هذا النظام والغاصب، وفي نفس الوقت يدرك خطورة وجود فصائل للمقاومة تؤمن بحق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق إزالة هذا الكيان الغاصب. ولذلك أعتقد أن الإرادة الفلسطينية هي باقية
طالما انه وجود هنالك قرار فلسطيني بالمواجهه الكيان الصهيوني، وان هنالك معادل نوعي للكيان الصهيوني يتمثل بالمقاومه الفلسطينيه. طيب كيف قيمتم من جهة أخرى جهود الجامعة العربية، دعوات الجامعة العربية التي وجهت دعوات للمجتمع الدولي في هذه الذكرى من أجل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الصهيوني وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني؟ ما مدى إمكانية أن تأخذ هذه الدعوات المدى الجدي وضمان حقوق الدولة الفلسطينية؟ يعني في الواقع هذه الدعوات ليست هي وليدة اليوم، هنالك دعوات كثيرة سواء انطلقت من الجامعة العربية أو من الدول العربية عبر منظمات أو هيئات، لكن لن تجد هذه الدعوات أداء صاغية لدى الكيان الغاصب أو حتى المجتمع الدولي، لأنه كما أشرت في بداية حديثي لم تعد القضية الفلسطينية من سلم الأولويات. نعم. وبالتالي وجود اليمين المتطرف أيضا لن يصغي لأي دعوات، سواء هذه الدعوات صدرت من الجامعة العربية أو صدرت من عبر هيئات ومنظمات دولية. نحتاج في هذه المرحلة باعتقادي لمواجهة الكيان الصهيوني هو توحيد المقاومة الفلسطينية في حركة مقاومة موحدة، وأيضا توحيد الصف الفلسطيني من أجل أن يكون هنالك انضاج لطبيعة وإدراك لطبيعة المرحلة، وفي نفس الوقت للتحضير للمواجهة القادمة. لن يبقى للشعب الفلسطيني سوى إرادته الوطنية وإرادة المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا وأيضا ولبنان وفلسطين لمواجهة هذا الكيان الغاصب. غير ذلك أعتقد أن في هذه المرحلة لن تأكل أكلها هذه الدعوات. طيب كيف يمكن أن تحافظ المقاومة دكتور على قوة زخمها ضد المحتل وهي تواجه مشاريع ومشاكل داخلية وحتى من الأشقاء ومؤامرات وغيرها؟ يعني المقاومة يجب أن يكون هو الخيار والمعادل النوعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الخيار يجب أن لا يتخلى عنه الشعب الفلسطيني في الوقت على الأقل تقدير في الوقت الحاضر. في نفس الوقت تشتيت الصف الفلسطيني لا يخدم القضية الفلسطينية. يجب أن يكون هنالك رؤية موحدة واستراتيجية موحدة تضعها الفصائل المقاومة في فلسطين. توحيد الصف الفلسطيني، توحيد صفوف المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا الكيان الغاصب. لأن الكيان الصهيوني أيضا يلعب على التناقضات في داخل المشهد الفلسطيني سواء في الجانب السياسي أو حتى في الجانب العسكري، ولذلك نحتاج إلى وحدة القرار الفلسطيني، توحيد الصف الفلسطيني. نعم. على المستوى السياسي على المستوى العسكري، وأن يعتمد الشعب الفلسطيني على خياراته الوطنية من الداخل. طيب دكتور إذا تسمح لي أقاطعك، يعني فقط الفلسطيني الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وحدها تقدر توقف بوجه الكيان المحتل اللي عنده دعم أوروبي ودعم أمريكي وغيره؟ يعني أثبتت الوقائع التاريخية أن المقاومة الفلسطينية أثبتت جدارتها وكانت دائما هي مصدر قلق للكيان الصهيوني. نعم. واستطاعت المقاومة في غزة أن تصد أكثر من هجوم على غزة من أجل السيطرة عليها أو من أجل تركيع المقاومة، لكن أيضا في نفس الوقت هذه المقاومة تستمد قوتها من المقاومة الإسلامية، سواء ما يتعلق بالدعم المتواصل الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لفصائل المقاومة، في نفس الوقت الموقف الثابت للمقاومة الإسلامية سواء في العراق، فصائل المقاومة في لبنان. هذه كلها عوامل تساعد على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأيضا أن الشعب الفلسطيني عبر مسيرته الطويلة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يتكيف مع كل الظروف، وبالتالي هو قادر على المواجهة، لأنه خيار المقاومة هو الخيار الوحيد والسبيل لأن يجعل الكيان الغاصب في نهاية المطاف أن يخضع للإرادة الشعبية الفلسطينية أو على الأقل إرادة المجتمع الدولي إن كان هنالك جدية في حل القضية، لأنه جمود المسارات على صعيد القضية الفلسطينية لن يجعل الشعب الفلسطيني يستكين، لأنه الصمود والإرادة هي وحدها قادرة على تركيع هذا الكيان الصهيوني وإن طال الزمن بذلك.
طيب المقاومة يمكن مو نفس هذه المقاومة القديمة يمكن دكتور حيدر، يعني المقاومة العسكرية لم تثبت ربما الجدارة بالكثير من المراحل بالقضية الفلسطينية. اليوم المقاومة تشهد أنها تصاعدت على مستويات عدة، مقاومة ثقافية، مقاومة اقتصادية، مقاومة دينية. يمكن أن تشهد أو يشهد تطور المقاومة أن يشكل عامل ضغط على الكيان يجبره بعد التطور على هذه المستويات يجبره على التراجع أو الرضوخ للحوار مثلا. يعني أنا أعتقد يعني الظروف الدولية والمعطيات الإقليمية ربما هي حدت كثيرا من عمليات المسلحة للمقاومة في هذه الفترة، لكن يبقى سلاح المقاومة موجود وهو رهن الإشارة في أي وقت. في نفس الوقت يعني طبيعة قواعد الاشتباك التي فرضتها المنازلات السابقة هي اللي حدت الكثير من عملية القيام الفصائل بالعمليات العسكرية. في نفس الوقت ندرك جيد أن الكثير من العمليات هي نتاج لرد الفعل، يعني يقوم الكيان الغاصب بخرق هنا لقواعد الاشتباك أو باستهداف نشطاء فلسطينيين أو في نفس الوقت مطاردة آخرين. كل هذه ربما تجعل المقاومة الفلسطينية أن تكون ندا لها في مواجهة الكيان الغاصب. في نفس الوقت يعني تحتاج المقاومة أيضا الشعب الفلسطيني لا تقتصر فقط على المقاومة العسكرية، وإنما تكون هناك مقاومة سياسية بتوحيد القرار الفلسطيني، مقاومة ثقافية، عدم الخضوع للإرادة حتى وإن كانت الدولية التي كانت تريد أن تخضع الفلسطينيين للمطالب الكيان الصهيوني، لأن التمسك بالقضية الفلسطينية وبالقرار الوطني الفلسطيني هو السبيل الوحيد. أعتقد في نهاية الأمر يجب أن يكون هنالك النصر حليف للفلسطينيين وإن طال الزمن، لأنه واضح. نعم. الشكر الجزيل لكم أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بغداد الدكتور حيدر حميد، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك وكل عام وأنتم بألف خير. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.